بينما كان محكوما على الكثير من المكفوفين بحياة من الأمية والفقر، وجد لويس بريل طريقة تهيئ لهم طرق العلم، عرفت لاحقا بنظام بريل للقراءة، لكن اسمه بقي على هامش التاريخ حتى ستينيات القرن الماضي، ولم يحظى بتكريم طوال حياته. فما قصته؟ ولد لويس بريل عام 1809 في قرية تبعد نحو 20 ميلا من باريس، لكنه تعرض لإصابة في عينه أثناء طفولته بعد أن عبث بسكاكين حادة كان يستخدمها والده لتهيئة سروج الخيل، قبل أن تنتقل الإصابة لعينه الأخرى ما أصابه بالعمى التام. وكان حينها لويس في الخامسة، وكان متفوقا في مدرسة القرية، لكن إصابته جعلت خيارات التعليم أكثر صعوبة، فقام والده بتعليمه القراءة عن طريق اللمس، حيث استخدم مسامير نحاسية كبيرة مرصوفة على كتل خشبية كل منها يمثل حرفا. عندما بلغ العاشرة من عمره نقل الطفل الكفيف على متن حافلة إلى باريس للالتحاق بالمعهد الملكي للشباب المكفوفين، حيث كان يتم تعليم التلاميذ بالمعهد القراءة بطريقة مؤسس المدرسة فالنتين هاي، وبالاعتماد على نقش الحروف الأبجدية التي يتم رصها على ورق مبلل. ولكن عيب هذه الطريقة صعوبة قراءة الكتب الضخمة والثقيلة والجمل الطويلة. في عام 1821 زار النقيب تشارلز باربييه من الجيش الفرنسي المعهد لمشاركة اختراعه المسمى التصوير فوق الصوتي أو الكتابة الليلية مع المختصين هناك، وهو نظام نقاط وشرطات مثقوبة على ورق ثقيل يحدد 36 صوتا استخدمه العسكريون للتواصل أثناء المعارك. وجد لويس في فكرة باربييه أساسا لابتكار نظام يعتمد على عرض للرموز والحروف باستخدام 6 نقاط يتم ثقبها على ورق ثقيل وتتكون من كتل مستطيلة تسمى الخلايا، وهو المشروع الذي أكمله قبل أن يتم 15. ثم قام بعرض نظامه على المعهد، لكنه قوبل بالرفض، فراسل معاهد أخرى بفرنسا وحول العالم، لكنه لم يجد أذنا صاغية. بعد الانتهاء من الدراسة عمل لويس كمدرس مساعد بالمعهد ودرس الرياضيات والتاريخ، ولكنه أثناء ذلك بقي يعمل في الظل لإتمام مشروعه وجعله متوافقا مع العديد من العلوم ومن بينها الموسيقى، كما أصبح عازف تشيلو وعازف أرجن وعزف في الكنائس في جميع أنحاء فرنسا. لم تثبط عزيمة هذا الشاب الكفيف الذي يتجاهله العالم، فقام بتدريس نظامه لطلابه بعيدا عن الأضواء، وبقي يقاتل لمساعدة الملايين من المكفوفين حول العالم لتحقيق شغفهم بالعلم من خلال القراءة، لولا أن باغته مرض السل لتشكل إصابته به إضافة إلى سلسلة خيبات الأمل الأخرى والمأساة الشخصية. اضطر لويس لترك التدريس والتزام مسكنه في غرفة علوية مستأجرة، وكان يسعل طوال الوقت حتى جاء يوم لم تسمع به مالكة المنزل سعاله. كان ذلك في 6 يناير عام 1852، فعرف حينها أنه توفي. لم يكرم بريل ولم يشكره أحد إلى أن حلت الذكرى المئوية لوفاته في عام 1952، حينها نقلت رفاته من مقبرة صغيرة بمسقط رأسه إلى مقبرة بينثيون في باريس، حيث دفن العديد من الشخصيات الفرنسية البارزة، وأقيم حفل عام كبير على شرفه وحضره كبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم، وكان من بينهم الكاتبة الأمريكية العمياء والصماء الشهيرة هيلين كيلر، التي قالت: نحن المكفوفون مدينون للويس بريل مثلما تدين البشرية لغوتنبرغ.